وعلى ذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان مسافرا فرأى ناسا قد ظللوا على صاحب لهم كأنه أغمي عليه بسبب صيامه وكان اليوم يوما حارا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك هم العصاة، أي الذين يصومون في السفر ويعرضون أنفسهم لمثل هذه المشقة، وهو عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صيام المسافر لا يعرضه بشيء من هذه المشقة فالأمر على ما ذكرته آنفا، إن شاء صام وإن شاء أفطر.